ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من سان بيدرو موفد قناة ميديان تي في إلى كأس الأمم الإفريقية زميل منصف عدي. أهلا وسهلا بك منصف. قبل لحظات تعرفنا على التشكيلة التي سيخوض بها وليد الركراكي غمار المباراة الأولى ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة. كيف يمكن التفاعل مع ما جاء من أسماء ضمن هذه التشكيلة؟ أهلا بك إيمان وأهلا بالمشاهدين الكرام. الأكيد يعني التشكيلة كانت منتظرة شيئا ما، هناك بعض التغييرات على مستوى الأظهرة وأخص بالذكر هنا محمد الشيبي نظرا للغياب الرسمي للنصير مزراوي بسبب الإصابة والتي أكدها وليد الركراكي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة هناك أو هنا في قاعة المؤتمرات التابعة لملعب لوغون بوكو مسرح مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره التنزاني. الملاحظ كذلك هو ان التركيبة البشرية يعني شبه كاملة ودكة الاحتياط يعني تجدين فيها جميع اللاعبين المستدعين في اللائحة هنا للمشاركة في هذه المسابقة القارية الاغلى في نسختها 34. كما قلت يعني كل اللاعبين في اتم الجاهزية والمنتظر منهم هو تحقيق نتيجة ايجابية هنا لتعزيز ثقة النخبة الوطنية ككل ولم لا الدفاع يعني بشراسة عن اولى بطاقات العبور للدور الموالي. طيب منصف ماذا عن الحضور الجماهيري؟ طبعا كلنا نتذكر ما قامت به الجماهير وكيف أنها كانت جزءا من الملحمة المونديالية قبل عام وبضعة أشهر. هل تمكنت الجماهير المغربية من التوافد بأعداد ملفتة إلى سان بيدرو، خاصة وأننا نعلم بأن هناك إشكال الإقامة مطروح جدا بالنسبة للجماهير بسبب قلة الوحدات الفندقية والإكراهات المرتبطة بالإقامة في سان بيدرو؟ أكيد هناك العديد من المشاكل، بداية بالأثمنة الباهظة هنا للسكن أو لكراء الشقق. هناك جميع الفنادق محجوزة بشكل مسبق، هناك أربعة فنادق هنا في المدينة حجزت بالكامل للبعث المشاركة في هذه المجموعة، وأخص بالذكر هنا منتخبات المغرب وكذلك تنزانيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية. العدد لا بأس به لحدود اللحظة، هو مرشح للارتفاع في قادم المباريات. نتمنى أن يكون حضور يعني كبير أو أكبر من المباراة الحالية ولما لا يعني تعزيز ثقة اللاعبين ودعمهم في قادم المباريات. طيب ماذا عن أهمية المباراة الأولى، خاصة وأن الجولة الأولى شهدت العديد من المفاجآت في باقي المجموعات، ودائما تتم المقارنة بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخبات شمال إفريقيا بالنظر إلى القواسم المشتركة من حيث أن أغلبية اللاعبين هم محترفون في أوروبا. في القارة الإفريقية هناك ظروف المناخ، هناك أيضا الرطوبة، وهناك باقي ربما الإكراهات المرتبطة باللعب في إفريقيا جنوب الصحراء. أكيد يعني للكرة الإفريقية طقوس خاصة ومغايرة عن مونديال قطر، يعني هناك درجة حرارة مرتفعة جدا، هناك رطوبة كذلك، لكن الشيء الإيجابي هو الوصول المبكر لبعثة المنتخب الوطني هنا في مدينة سان بيدرو ليجعلهم أكثر يتكيفون مع هذه الأجواء. بالنسبة لضغط المباريات والنتائج المسجلة لحدود اللحظة فهو معطى إيجابي كما جاء على لسان وليد الركراكي، سيشكل إنذارا قويا للنخبة الوطنية قبل خوض هذه المباراة أمام تنزانيا من خلال مضاعفة التركيز وتفادي الأخطاء واستغلال الجزئيات البسيطة وأنصاف الفرص لضمان نتيجة إيجابية. كما قلت ستكون مفتاح لتعزيز ثقة اللاعبين وسيكون جيدا تدشين هذه الرحلة القارية بانتصار، سيجعلنا أمام خوض مباريات أو سيقربنا أكثر من بطاقة التأهل للدور الموالي بإذن الله. شكرا جزيلا لك منصف عدي موفد قناة ميديان تي في إلى كان الكوت ديفوار. نتمنى كل التوفيق للنخبة الوطنية ونلقاك في مواعيد إخبارية لاحقة.